سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب باليوتيوبر الكبير ابو هيكل. ما تعملوليش حوار، انا مش عايز وجع دماغ. بقولك ايه، ما تعليش صوتك، ما تعليش صوتك عليا عورك. طشت فلول قدامنا يا جماعه. اوف، في جلد، في عنف يا اخوان. يا غريبي، ما بتقدر تفهم، مستحيل تفهم. طلع صباح الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ هسه صحيت، لسه ما غسلت وجهي، صاحي جا عبالي أسافر. خطرت عبالي شغلة، أنا بسافر كثير، ليش ما أصير أصور لكم فلوقات عقول بلد بسافرها؟ فلو عجبكم هذا الفلوق راح أعمل منه كثير، بس لو ما عجبكم برضو أعمل منه كثير عادي، يعني ما عندي مشكلة. أنا إلي عندكم طلب واحد بس في بداية هذا الفيديو. يا جماعة، أنا جدا بهمني هذا الفيديو بالذات يكون عليه تفاعل خراف، ما بهمني المشاهدات، بهمني اشوف لايكاتكم وتعليقاتكم وكل شيء. عشان هيك قررت اربح 4 ايفون الكم بهذا الفيديو، واحد من اللايكات، واحد من الشيرات، الناس اللي بيعملوا شير، واحد من التعليقات رح نسحب عليه، اما الايفون الرابع رح تعرفوا كيف رح تربحوه وانتم بتحضروا الفيديو. بمناسبة انه اول فلوق لي، فما بدي اخليه فلوق عادي، رح اسافر لكم اغلى سفرة، الطيران رح يكون اغلى طيران، والمناطق رح اروح رح تكون اغلى مناطق. عشان تعرف عزيزي المتابع اني مدلعك، رح ادفع كثير، فحط لايك عشان ما احس انك نصبت علي، حضرت ببلاش. انت لما تحط لايك الفيديو بنتشر اكثر، بيجيب فلوس اكثر، فبتكون هيك دفعت لي حق الفيديو، دفعت لي حق التيكيتات اللي راح ادفعها. احبك عزيزي المتابع، حط اللايك، يلا خلص حط، اذا بتهبلش يلا عشان بلش الفيديو ندخل حط لايك. خلصنا، شفتك وانت بتحط، على فكره يسعد رب. خليني اروح اغير ونروح نحجز تيكيتات، بلكي لحقنا نسافر اليوم. ما في ورد هون بس فرد بالشوك، تعطي بالزور ولا مره بالزوق، بالخوف بالغصب، بالدار بالقصر، حلال مش نصب، كل اولاد القصر. تراك باسطنبول بعده عامل تراك بمصر، حفله بيروت وجاي وماخذ منها النصر. ابراهيم، بدي امر عليك، بدي اخذ ابنك ايهم يساعدني بالتصوير، وحنسافر يعني شو يساعدني بالتصوير ويروح، ما عنديش ولا حدا. فش وقت فش صبر بس في جول، بروح المطر اكتر ما تروحي على المول. مين ما بيموت بالفلوس بيبي، كلهم كذابين بس بيحكوش بيبي. يعني طبعا هذا هو لاين البزنس كلاس بمصر للطيران، هذا كله هيك اكونومي، درس سياحية، هذا اللاين عاملينه بس لدرجة البزنس كلاس. اما اذا حاب تربح الايفون الرابع، فبدك تحذر كم مرة حكيت كلمة بزنس كلاس بهذا الفيديو. فانا وايهم حاليا رح نجرب درجة البزنس كلاس بمصر للطيران، خلينا نجربهم ونحكي لكم شو رأينا فيهم. بما ان الحب غرامة، بما ان العيش ندامة، هقول لك يعني يا جماعة، لما تحجز بزنس كلاس مع مصر للطيران بعطوك اشي. ثلاث ساعات مصر للطيران، فاسترك بيكون لك لاين لحالك، يا عيني عليك، بيكون لك لاين لحالك، بتروح عليه بيختموا لك جوازك، تفتيش سريع على الاخر، بتضل طالع. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هاي الناس كلها، بس انا اللي حاجز مع مصر للطيران بزنس كلاس، بكون لنا لاين لحالنا نمشي فيه ونخلص امورنا كلها بدقيقتين. ايهم شو رايك يا حب؟ والله شيء بجنن، بجنن جد. شو رايك؟ يعني احنا اختصرنا يمكن ساعتين. تطلع كم واحد على الطابور؟ احنا رايحين دغري نفوت بس على السريع. يعني يا جماعه انا اول مره بحياتي مع مصر للطيران، في ناس راح فكروا اعلان بس مش اعلان، انا جد اول مره بجرب مصر للطيران البزنس كلاس. رهيبه خدمتهم، خلصنا البوردنج والتفتيش وكل شيء بخمس دقائق حرفيا. الناس بدل ساعتين خمس دقائق، الناس راح تقعد هسه تستنى خمس ثلاث ساعات بالزبط. احنا خلصناها بخمس دقائق ولسه عاملين لنا مفاجاه. بعدين نروح على اللاونج نشوف شو خدمه اللاونج عندهم، بعدين نشوف شو الطياره عندهم، شو بيقدموا، كيف البزنس كلاس عندهم. راح نشوف كل شيء هسه. احضروا الفيديو لاني انا زيكم اول مره بدي اجرب البزنس كلاس مع مصر للطيران، فخلنا نشوف كيف تتمتع. يعني يا جماعه طلعنا على اللاونج، خليني احكي لكم شغله على اللاونج البزنس، تعالوا معي احكي لكم. كل شيء موجود هون في اللاونج، البوفيه المفتوح كامل، كل المحلات، كل البراندات، فهي بتكون فري بالكامل. على عكس لما تكون حاجز فئه اقتصاديه او فئه عاديه، ما بيكون ما بي مثلا لو انت هسه تحت راح عادي اي شيء تاخذه راح تدفع حقه طبيعي. هون لو شو ما تاخذ بالضبط، هون اي مطعم اي كافيه اي شيء
ما بتدفع سعره نهائيا، كلياته فري. خليني اوريكم غير القاعده طبعا الحلوه، هسه بنوريكم كل شيء. خليني اوريكم نبذه عن المكان الموجودين فيه هون. هذا المكان في اي بي بس لفئه البزنس يا جماعه عشان تفهموا علي. هذا هو لاونج البزنس كلاس الفي اي بي بالكامل، الطابق الثاني الاكونومي الفئه الاقتصاديه، بتلاقوهم كلياتهم تحت هون. هسه شو الفرق بين الشخص اللي قاعد تحت بين الشخص اللي قاعد فوق؟ هون بدفعوا مصاري. ايهم هون بعمل شو ما بده بدون ما ادفع ولا قرش. ما بدفع هو صح، انا زي كانك عادي يعني انت باي مكان بتدفع كل شيء بتاخذه. ده يعني معوضها بالتذكره بس شعوريا يعني انت هون فري. باب المصداقيه يا جماعه، في هون برضه من ضمن الاشياء الفري بار، اكيد ما راح اجربه واكيد ايهم يعني ما طفي الكاميرا شويه اكيد ما راح اجربه، بس من باب المصداقيه يعني برضه هون في بار فري تقدر تيجي تسكر لما تشبع عشان تطلع الطيارة مروق يعني. يا عيني عليك. شو احلى اشي بلاونج البزنس كلاس انه كل فترة بنضاف عليه اشي، يعني اخر مرة قبل 3 شهور بالعميد ما كان موجود، اليوم بالعميد موجود، كمان شهر راح تلاقي دائما في اشياء جديدة. هم قاعدين بيطوروا منه لسه كمان، مش انه ثابت. مطار الملك علياء انا كثير بحبه لانه دائما في اشياء جديده، دائما في تطور. يعني هسه هون مثلا احنا عند بن العميد، اي شيء بدك اياه من بن العميد شو ما يكون اكيد فري طبعا 100%. هون كل شيء بخطر على بالك فري. في حدا بيعمل كوفي مصدوق بحط فيه كوسه؟ عندك في ناس بتحب الكوسه. في وحده وراي اخذت حبه نعناع بالعدد، انا بتغدى على النعناع باخذ 2 كيلو بروح على البيت معي بروح لامي نعناع. بس افترض سمعتك يعني شو موقفنا بده يكون؟ لحد الان ولا شيء من هون بحبه، فيش شيء فيش حدا بحبه لحد الان. هذا اللاين كله ما بحبه. اي هون بلشنا نشوف. ممكن حمص، انا عاشق الحمص والله كل اشكال. ممكن متبل صراحه، ما بحب متبل حماتي بس متبل المتبلات هاي لا صراحه. اللبنه ممكن مربى والشغلات هاي لا صراحة. بطاطا مهروسة. بطاطا مهروسة. ليش مفلوز؟ لا يمكن في ولد صغير بيكون جاي. سكر 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 سكر. شو يا زلمة أمي يوم الخميس؟ شو لا مش كثير صراحة هاي بحبها. لا رح تسألني شو هاي؟ رح أقول لك بعرف بس انه رح ناخذ يعني طعمها بشبه البصل والبروستد مع بعض. تسالنيش كيف هي هيك بتيجي يعني بصل وبروستد مع بعض هي هيك طعمها. هاي يا جماعه التيكت تبع البزنس كلاس اغلى بكثير من تيكت الاكونومي بس بتستاهل. طيب هيك نكون غطينا لكم شوي من لاوج البزنس كلاس، فخليني اوريكم البزنس كلاس تبع الطياره شو الخدمات الزياده وشو الشغلات اللي بقدموها. يعني يا جماعه الحلو بالبزنس كلاس تبع المصريه للطيران انه بكون لك حتى لاين لحالك لما تطلع الطياره، زي ما انتم شايفين احنا لحالنا لاين بس النا. يا جماعه احنا هسه طلعنا بالطياره بدنا نقيم لكم كل السيرفس والخدمات اللي بتقدمها الطياره. بنجرب كل شيء. مبدئيا في البزنس كلاس الكرسي رائع، شوفوا هون. كله كبسات، بدك تنام بدك تصحى بدك ترجع بدك تقدم، معك مساحه جدا كبيره. في شغلات لسه قاعد بكتشفها هون، يعني مثلا هاي بتحط عليها الطرف هون بتفتح طبعا هون عشان الكبسه هاي. بيطلع لك شاشه بتفتح هون عشان تحضرني انا بيطلع لك شاشه لما تطلع الطيران. يا جماعه احضروني انت بتقول لي طاوله طلع شاشه يا تخلف. في طاوله في شاشه اتوقع هون طاوله. يا انا عندي شاشه وانت ما عندك ليش؟ لا شاشتين. والشاشه بتقدر تسلك عليها سماعه يو اس بي، تقدر تشحن موبايلك، تقدر تعمل عليها اي شيء. طاوله هسه بدي اقيم لكم الوجبات اللي بقدموها، الاشياء اللي بعطونا اياها كبزنس كلاس، الشغلات هاي كامله راح نقيم لكم اياها هسه كامل. الناس قاعدين بتطلعوا علي على شكلي غريب لاني بصور. حاسس حالي اهبل ما بعرفش ليه. انا كمان مش متعودين حدا يطلع ضجي وصوتي، مش متعودين حدا بيتزرق. بس عادي كله العيون. مش مشكلة ماشي عشان. يا جماعة تصحيح لكلام أيهم، هاي الشاشة تمام كيف بنفتحها؟ هاي الشاشة إنه إحنا جبنا العيد، هاي شاشة الطاولة هون تمام طلع لكم إياها. الطاولة هون والشاشة هون هون عشان تحط عليها اللابتوب. فبتقدر بكل سهولة هاي الشاشة ما شفتها بأي طيارة ثانية. بالطيارات الثانية أنا لما كنت أسافر مثلا مع شركات ثانية كنت اشوف انه يا بتحط بالبزنس كلاس خصوصا يا بتحط طاوله يا بتحط شاشه، ما بكون قدامك خيارات. بالمصريه لا بتقدر تحط الشاشه تتحكم فيها على كيفك، وعندك طاوله بتقدر تاكل عليها وتحضر ابو هيكل. هاي بعطيك اياها
عشان تنظف ايديك من الوسائل. مبدئيا شكرا. ثانك يو. انا افكر هاي اضبطها هاي. مبدئيا هاي انا ليش ارجع هيك هاي فوطه صفنه معطوها للبزنس كلاس عشان تنظف ايديك وتنظف وجهك وهيك تعمل لك ريفريش مع عصير شيء مزبوط. بس الحلو بالموضوع انها سخنه وريحتها كثير حلوه. العصير فريش 100%. غير الشاشه اللي هون فتحوا لنا شاشه هون بس متكاسل اصور فتخيلوا شكلها. يا جماعه اسف انه الصوت سيء. طيب يا جماعه للاسف قطاره الطياره الصوت صار سيء لانه صوت الطياره جدا عالي. استحملوا هذا الصوت دقيقتين عبال ما ننزل من الطياره. وتعويضا لكم حضرت لكم مفاجأة جدا كبيرة بآخر الفيديو. احضروا الفيديو كامل لأنه ما ظل لكم إشي أصلا ما راح تحسوا فيه. هاي مرقت 10 دقائق وما حسيت فيها. كم الفيديو للآخر واحضر المفاجأة الكبيرة اللي حضرت لكم إياها. بس إحنا في طيارة وفي إزعاج. إذا مش سامعيني بطلب القدم. المهم جابوا لنا هسه هاي وهم يجيبوا لنا أكل فبنقيم أكل البزنس كلاس مع بعض. ما راح أجاوب أبدا. خلينا نقيم لكم الاكل اللي هو موجود على الطياره. اول شيء صحن فيه فواكه كيوي تفاح برتقال نفس الشيء ثاني شيء صحن مقبلات خيار واشياء مخلل وقصص زي هيك هاي هي كيكه عشان تحلي بعد الاكل. الطبق الرئيسي فيه جزئين وجار وصوصات وشغلات زي هيك. طبعا خبز عادي وخبز اسود للناس اللي عاملين دايت. الصحن بيجي فيه زبده وبيجي فيه رانش كمان بيجي فيه شوكولاته. هاي يا جماعه اللي هي منديل نفس الوقت بيجي فيها المعالق والصوت والسكاكين والشغلات اللي زي هيك. انا والله في العاده بيجي بلاستيك استغربت انهم جايبين للامانه الاكل تبعهم جدا دافي. الستيك تبعهم نفس ستيك المطاعم نفس ستيك انك رايح على مطعم مختص بالستيك وكاتب عنده ستيك. الكيكه خرافيه جدا زكي. واحنا قاعدين ناكل جابوا لي كاسه عصير برتقال. الحب بالنيه عايزك وانت حره يا 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 شغله. ظل شيء واحد ما جربناه شوكولاته هاي خلينا نشوف متفائل فيها بصراحه. يا فراوله الحته عاوزك يا بلبل. حكوا علينا ما قيمنا الملح والفلفل الاسود بس راح اخذهم لامي لانه شكلهم كثير حلو. شوفوا يعني اذا تركتهم بالطياره امي راح تذبحني. فاقع الجو لو ساقع حضنك يدق. طيب يا جماعة اجوا علينا هسا اعطونا الكيس هذا في سماعة عشان نحطه بالشاشة نقدر نحضر افلام نقدر نحضر شغلات. طبعا الشاشة مبدئيا انا حاطها على الخرائط مش مبينها لكم بس مبينها عندي حاطها على الخرائط موجود عليها احدث الافلام ممكن تتوقعها في حياتك. كل شيء بدك اياه بكون موجود على الشاشة. فراح اشبك السماعة واحضر شغلات واشوفكم بمصر. يا جماعة أنا حاليا وصلت الأوتيل بصور تلفوني الكاميرا على الشحن فدبروا حالكم. هذا الموجود شوفوا ما أحلى الفيو تبع الأوتيل مش مزح كثير حلو. أوف أوف على النيل على برج القاهرة على هذا البنبني في مصر هناك شايفوا. أوف الهواء باي باي. أنا آسف بدي أطلع هسه ما بعرف وين بدي أروح فاحضروا واعرفوا وين بدي أروح.
انا فاشل بالبلوجات ما راح اعيدها. يا جماعه احنا رايحين على الاهرامات بس طالعين احصان. طبعا هون وانا بمنتج اكتشفت انه انتصب علي، انه اخذ مني اجار على الساعه 100 دولار وقعدنا ساعتين عبال ما وصلنا الاهرامات فاخذ 200 دولار. للاسف الهرم طلع ورانا زي ما انتم شايفين بعيد عنا 4 دقائق بالضبط. حطوا لايكات عشان اعوض خساره ال 200 دولار اللي انتصب علي فيها. بس طالعين احصان لانه فيش طريقه تواصل. اسمك ايه يا باشا؟ محمود. محمود عامل ايه محمود؟ نورت مصر. انت اللي انا مصري. انزل عند وين بتخص؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ اسمك ايه؟ محمد. ايه؟ انا من الجيزه. محمد ايه؟ ابو باشا. ابو باشا حبيبي. ابو باشا انت منين بقى؟ انا ابو هيكل الصعيد. اركب الحنطور وحنطور اركب الحنطور وحنطور. ما بتتخيلوا الاجواء قديش لون العرض ده. هو اجواء مش طبيعيه مش طبيعيه الاجواء. في ازمه خيول، في خيل عامل حادث قدام، في واحد بحكي سك 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 سك. نرجع ثاني. هو برضه هون في خيل برجع ربر. طش تخلول قدامنا يا جماعة. في جلد، في عنف يا اخوان. في عنف يا اخوان. يا اخوان انا جيت بسيارة ما مت، جيت بطيارة ما مت، مش حموت من خيل. مش منطق يعني. حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباعه، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. السلام عليكم يا جماعة، هذا أحمد تعرفنا عليه بالسفر، واحد من أرزع شباب مصر حبيب قلبي. عارف إنه الله يسعدك، عارف إنه ممكن يكون الصوت مش كثير منيح عشان الهواء، بس هذا الموجود. هاي الأهرامات بس للأسف الشديد يعني. بس للأسف الشديد يا جماعة إنه ما بنقدر ندخل لأنه جينا متأخر، بس يعني هيهم. نتصور كم صورة للإنستغرام، بتشوفوا كل الصور على الإنستغرام. أكثر إشي حبيته بمصر عشوائية. هذا هو شارع المعز. هذا يعني الشارع زي يعني أزمة ومحلات بالجنة. يعني بتكون ماشي محل حاط أم كلثوم، قباله واحد حاط مهرجانات، والكل مبسوط. كل شيء غريب. والحياة حلوة وعادي، بتلاقي واحد برقص، قباله بتلاقي فيه عزا، قباله بتلاقي واحد يعني الحياة يعني مثلا بتكون ماشي. فجأة بتلاقي هذا. تحكي اوكي بتلاقي بالكاميرا. تلاقي عشوائية. انت ما بتقدر تتوقع شو ممكن يصير كمان 5 ثواني. ام كلثوم هون. هون في مهرجان. ما بتقدر تفهم نهائيا. يعني بالله عليكم شوفوا لي هالشوف. تعالوا. بعديها ارجع علي بعديها قبل قبل الناس تسعة. دخل المكتبة فرش دي محمد السقا. يا غريبي ما بتقدر تفهم، مستحيل تفهم. طلع منكم غير أسوأ وخيانة والفسق والوسخة اللي دايما قاعدة، والناس اللي بصة في الرزق وحسدانة. أبو هيكل في الحسين مرحب يا نور العين. أبو هيكل في الحسين مرحب يا نور العين. أبو هيكل عنده 2 مليون على اليوتيوب هيشهر. هون غنوا اكثر اغنيه بحبها بحياتي فما قدرت ما اشارك. لو عجبك صوتي اعمل لي بلوك لانه بكون زوجك بيخزي بصراحه. عشان طاير عشان يا
صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ احنا اليوم طالعين اسمه ايه الباشا ده؟ عمو وحيد. عمو على عمو وحيد. عمو وحيد. عمو وحيد صح يا باشا؟ احنا وحيد. احنا اليوم عند عمو وحيد جايين نفطر فول وطعمية وبطاطا بالجمبري. مش بالجمبري بس هي على شكل جمبري. عمو وحيد ده واحد من اشهر محلات بعدنا قاعدين بناكل، فاجأت انه جد زاكي. مش مزح اكل البطاطا، يعني البطاطا كثير زاكي. مش مزح اكل شوارع بس كثير زاكي، يعني انا ما كانش بدي اقوم، انا كثير فاجأني. بعطيه 10 من 10 يخرب بيته، زاكي جدا. طيب يا جماعه، هسه جينا عند النيل، يوم بدنا نجدف اليوم انا وياك، بدنا نشوف ترتيب. شوفوا محل المنظر هنا، لا هيك مش مبين حلو. تبارك الله، لقيت لكم فيو ثاني. اسمع اعملهم زي انت بتعرف تصور من برا. ثواني ثواني اعمل هيك. ايوه هيك. هيك بس راسي مبين. طب ثواني ثواني نعمل هيك. عادي عادي، حط لايك عبال ما اظبطها هيك. ايوه طبعا هون راح نكون نجدف انا وبهيكل ورا. اه يا جماعه دينا نجرب التجديف، انا عمري ما جدفت في حياتي قبل هالمره. جدفت بس عادي، يعني من جدف هيا بلا جدف هيا بلا جدف. يلا شد عليك شد عليك. لا 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 احلى من الحلوين، ما فيش منك اثنين، خلي قلبك يلين وهنبقى عالي العال بالدنيا. انا هاخدك من جمال يا جماعه، انا يمكن اموت. وصيتي لكم حطوا لايك، عندي كمان حطوا لايك قبل ما اموت. جيالي جيالي ما بتفرقش بالي، عايزك. انا وياها مع مطعم اسمه قصر الكبابجي. قصر الكبابجي هذا بيعمل لك اكل شيء تحفه، ملوخيه واشياء زاكي. واحد من اشهر المطاعم في مصر كامله. هي هو هسه هو قدامنا، هي طلع. فخلينا نجربه ونحكي لكم راينا فيه، لان المطعم مشهور مش بمصر، بالوطن العربي كامل. مبين عليه تحفه مبدئيا، هو قصر قصر فعلا قصر مش اسم. طبعا هذا المطعم هسه اكتشفت انه زايرينه كثير مشاهير، فبتقدروا تشوفوا صور المشاهير من هون. يعني وين في عندكم هذا؟ شايفه على التيك توك قبل المره، حماده هلال حارس مصر، ما بعرفهاش بس حلوه. يعني في كثير، انت قول لي كم واحد راح تحزروا منهم؟ يا جماعه بعد ما دخلنا عرفونا، فاخذونا مكان اخذونا مكان في اي بي. خلينا نروح نشوف شو بدهم يعملوا لنا مكان. بس يعني شفتوا قديش في ناس كثير تحت، اخذونا مكان ثاني تماما. طلعونا اسانسير واخذونا مكان ثاني، فخلينا نشوف شو الوضع. السلام عليكم يا جماعه، اعطونا غرفه كامله بسموها القصر الملكي، هاي كامله لنا اعطونا اياها. شوفوا احنا اثنين انا وايهم، بس شوفوا الطاولة اللي عطونا إياها، يعني هاي طاولة اجتماعات. هاي طاولة اجتماعات، حرفيا طاولة اجتماعات. كثير إشي حلو حبيت. أنا يعني تقعد هيك نتناقش أنا وياك عن الشركة تاعتنا، مع العلم إنه هذا المطعم يعني أزمة بشكل غبي. بس إحنا طلعنا من الأزمة فجأة لقينا. مش معقول، مش معقول شو أزمة، مش معقول شو في ناس حاجزة وناس برا وناس رهيب. فجأة هيك طلعنا منهم كلها. غرفة لحالك. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب باليوتيوبر الكبير أبو هيكل. شرفتنا ونورتنا في قصر الكبابجي.
لهون، والفيديو كان جدا طويل عليكم، ولسه في فعاليات كثير ما بلشت، وفي فعاليات كثير خلصت ما راح اقدر احطها. فيا جماعه قررت قرار عشان ما اتعب عليكم، راح نصور الجزء الثاني 100%. راح تلاقوا تكملة هذا الفيديو بالكامل عشان ما يكون كثير طويل عليكم عقرات أيها. يعني الجزء الأول راح يكون بقناته لأنه هو كثير 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 طويل، وصراحة إحنا رحنا أماكن خيالية، فما بزبط كلها تكون بمقطع واحد لأنه راح يطلع ساعة 100%. فتنزل على أول رابط ديسكريبشن بتلاقي قناة أيها، بتدخل عليها بتحضر الجزء الثاني على طول. ما راح أقدر أحطه هون، مش حنزل لك فيديو 45 دقيقة، مش نتفليكس، هذا يوتيوب.